تعليق على التغييرات؟ لا ما عندهم حتى معنى التغيير، عندهم حتى سيرتو الاخراني نزوز حتى معنى لا ونمشي اكثر من هذاك، معناتها حتى التغيير نتاع سليتي ما سليتي نعرفوا لي تاتش فورم نتاعو جو نسي با معناتها كيسكي بو ابورتي، وحتى وقت هبط سليتي ما هبطوش القدام، هبط الخاوي قدام وهبط سليتي وهبط سليتي لا لا سليتي هبط كريمون بريسك ان 6.5 ان 8 معناتها بريسك اون بيفو، الخاوي اللي هبط على اليسار اللي هو كان من المفروض انه سليتي اللي هذيك بلاصتو سليتي الاصليه هبط رقم 10 هبط التالي لعب الخاوي تحت الاتاكون برشا لعب ومشى الخاوي على اليسار اي سي بور سا كو خاوي الى يو دو اوكازيون اي دو اوكازيون خاطر الخاوي مشى في بلاصه سليتي. شوف احنا قاعدين معناتها ندورو اوتور دو سيجي، شوف لو سيجي سي دوزيام تور، دوزيام تور شنو هو باش تكون لي بريستاسيون لي ريزولتا في الدوزيام تور نتاع الكوب دافريك، مع انه وهاني عاود نقولها بالكونفيغوراسيون هذيا نخاف على الفريق الوطني التونسي حتى في الدور الاول نتاع الكاس الافريقيه، معناتها توا إليا ان نيفيلمون، احنا ماناش اون غراند ايكيب دافريك ما عندناش لي تالون تاع الاخرين، واذا كان باش نمشيو نحن بالكونفيغوراسيون هذه ماشيين معناتها سي ان سويسيد ماشيين سان اتاكون سي اون ايكيب اللي ماشيه للكوب معناتها الكوب دافريك من غير معناتها مهاجمين. بالنسبه لي انا نقطه استفهام كبيره ياسر، فريق هذايا ما عندوش هويه وما عندوش شخصيه، وشفناها هذه شفناها في الزوز مباريات الوديه، شفناها في المباراه نتاع البارح، وباش نزيدو نشوفوها كان تقعد الكونفيغوراسيون هذه الماتش اللي بعده ما نجيبش نجيو نشوفوها في تنزانيا، مازال عندنا انوتر ماتش الاكستيريور ليبيا اي مازال عندنا الماتش نتاع ليبيا ماهيش ليبيا باش تجينا ماهيش ليبيا اللي معناتها ربحناها اربعه نقطه برك نتعدي نقطه اي لا 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 مش حكيت احنا نتعداو انا نتكلم نحكي على كوب دافريكو نتعداو على الكوب دافريك راهو بالكونفيغوراسيون بالفلسفه هذه وباللاهويه هذه وباللاشخصيه هذه وسامحني هذه مهمه المدرب يخلص على هدايا يخلص بالجمعيه نتاعو تكون عندها هويه ومش تكون عندها شخصيه ومش تكون ثم حلول اور توا مثلا معناتها في الهجوم مثلا مش حلول. شوف اسلام كلمه معناها ممكن حتى قريب نكمل ولا حاجه اليوم نحن كي نحكيو هكا راهو مانيش حبوش المنتخب يوصل ولا يهز ولا كوب دافريك ولا يمشي دوزيام تور ولا يوصل حتى فينال كوب دي موند، احنا نحكيو نحلو في المباراه مش حتى الناس اللي تسمع فينا نحكيو كل مباراه نحلوها، حللنا المباراه نتاع البارح تناقشنا على لي بوان بوزيتيف والنيجاتيف، اليوم المانيير راهو المانيير تلعب ضد تنزانيا بكيب معناها ماهيش موجوده مع كل احتراماتنا لتنزانيا، لكن انت المانيير البارح كانت خايبه على الاخر، انت تخمم اسكو انت فيديراسيون ولا اطار فني تخمم في اللي جاي بيان سور، تخمم اللي انت ماشي راك كوب دافريك كاميرون 2021، تخمم باش تمشي 2022 كوب دي موند في قطر، اسكو بالهكايه بالمانيير هذه بالملاعبيه هذه بالفورمه هذه قاعد تشوف في 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 بلان بي كما قالوا الاولاد، قاعد تشوف في بلان بي، قاعد تشوف في ملاعبيه اخرين، قاعد تشوف في حكايه اخرى، راهو بالمانيير هذه ما تنجمش تعمل كوب دافريك كبيره. باهي نحكيو شويه على مقابله الاياب ضد تنزانيا، اسمعوا شنو قال عليها منذ الكبير وبعد نرجع. ان شاء الله عندنا الوقت باش نهارين هذوما باش نسترجعوا القوه نتاعنا وزدنا تحضير اخر خاصه على المستوى الذهني، خاطر اذا نكونوا ذهنيا لاباس بقدره السميع العليم نرجعوا بنتيجه ايجابيه ونفصلوا حكايه الترشح اللي كان ان شاء الله. كيفاش تشوف تعلق ماتش الاياب؟ ماتش نتصور ماناش باش نكونوا اخي من البارح سكي سور، انا متاكد الولاد باش يعملوا ريكسيون لانه عايشين معنا ويعرفوا العباد اش قال، جمهور المنتخب اش قال، انه كان شيكون بالجمهور تعدينا اكوتي بالعكس خير أي. خير انا جيت سيور اللي مش نعملوا ماتش باهي غادي، وان شاء الله ان المنظر الكبير يوسع في الاختيارات نتاعو ويجرب اللاعبين اللي نجموا ينفعونا غدوه ويبعد من ما همش ريزيرفي البلايس، معناها نورمالمون كي يصير حتى فرصه حتى كي يجي ماتش خايب هكا باش تبدل باش تجيك فكره باش تجيك كذا، وراه تنزانيا نجموا نلعبوا لها بنفس هجومي
واحنا مرتاحين معناها، وان شاء الله روندمون تاع الديفونسوريت يكون به كما البارح عملوا ماتش به، لكن سيلبلون فونسيف ما شفناهمش برشا. وان شاء الله وهبي الخزي يسجل، هذوما الحاجات اللي نحبهم ان شاء الله. على ايش وهبي بالذات؟ اي واحد يسجل انا خاطر وهبي انا فما تروا جوار كادر بالنسبه لي انا في المنتخب اللي هو علي معلول وديس سخيري وهبي الخزري، كل ما واحد منهم ياخذ كونفيونس لمسكني مش كادر لا كادر واكسبيريونس وكابيتان، ما نحكي اللي يلعب واللي يعطيه 100% معناها. يوسف يتعدى بمشاكل بدنيه وفنيه الناس كل تشوف فيها والناس كل هو بيدو راهو يعرفها، ما ينجمش معناها حتى تو كان مش تشد صح راسك وتخليه يلعب في التون جو هذاك، مش تحطه كانك قدام الجمهور مش تولي قدام الجمهور وهو معناها ما شو اللي كبش في داه فوالا. وسام شنو التغييرات اللي تشوفهم في المقابله بارابول البارح؟ بو ماتش انت تلعب الاكستيريور في الافريق قدام جمهور، ممكن طقس زاد مش كيف هناك يا مغادي، الاجواء مش كيف كيف، ناس كنا احنا لعبنا في الافريق ونعرفوا سيرتو نحنا توا المنتخب 9 بوان مازالت 1 بوان كما قال هو معناها يضمن الترشح نتاعو الكوب دافريك. ماتش مش يكون صعيب، لكن مش كل الادفيرسير القوي برشا اللي مش يقلقنا معناها في الافريق كما الماتشات لعبناها من قبل ضد نيجيريا اتذكر وضد كامرون ولا مش يقلقنا برشا. مش يكون ماتش كما قال طارق مش يكون اخيب من لعبنا البارح، واحنا ديفونسيف مورنا بهين اسلام وقوه معناها كي نلعبوا لبرا نعرفوا كيفاش تكتيك مو نعرفوا كيفاش نلعبوا لبرا، كي نحبوا ندافعوا نعرفوا كيفاش ندافعوا، كي نحبوا معناها انا بوز لي جو باش نربحوا باش نخلقوا فرص كما البارح وباش نلقاو الفينيسيون نلقاو السوليسيون اوفنسيف نلقاو مشاكل كبيره سيرتو في البريود هذيا قاعدين نلقاو مشاكل كبيره في الاوفنسيف لي سوليسيون اوفنسيف الحلول الهجوميه اللي واحد مع واحد يساوي اثنين. ما جاوبتنيش مازلت شنو شكون نبدلوا وشكون ندخلوا؟ انت ديما تحطني في مشاكل سلام بدل خل ما تحبش تجاوب تحفظ ما يصيرش جاوب لا نجاوب علاش جاوب نبدلوا. ما هو يعرف زاد التكتيك ما هو يعرف الانترنور يعرف شكون باش يحط بون مش نلعبوا كيما بون ترو بيفو مش نلعبوا ترو بيفو اكيد جدا معناها رايك نلعبوا ترو بيفو كيت احنا البارح لعبنا ترو بيفو خلي معناها مش نلعبوا اكستريو ما نلعبوش ترو بيفو نفس التشكيله تقعدوا مش يصير تغيير باز مش يصير تغيير يعطيني يا وسام ممكن يوسف نشوفه مش يلعب الاكثريه مش حاضر فيزيك مام شكون بلاصته مش يقدم ملاعب يمكن سليمان يمكن يلعب تسليتي ممكن الخاوي اعطيني انت طارق شكون يدخل شكون يخرج في كلمه يدخل امير بن عمر بس في الجنسيسي اي ونشوفوا في وسط اللعبه نشوفوا الياس جلاسي وسعد بقير سامي نكمل معاك شوفهم برا ذو ما سامحني ما شوفهم ثاني شوف 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 بال احنا مش نلعبوا ضد مع فريق اقل متوسط لكن مش نلعبوا في بلاده لذا معناتها الكونفيغوراسيون معناتها التركيبه نتاع الفريق هذا يساعد لانه في تنزانيا دراغر بشرقة اكثر اسباس وعلي معلول بشرقة اكثر اسباس يساعدنا معناتها هذيك هي احنا نلعبوا عندنا اعوام نلعبوا هكا ونصلح حاجتهم بالماتش اكثر منا المشكله شنو جديد في لا معناتها في توزيع الادوار في وسط الميدان وشنو القدام انا يدور لي نجم بالنسبه لي انا راه نجم برشا معناتها يلعب بالمساكني زاد غاديك من الاول بكل معناتها بالنسبه لي نجم يلعب بالمساكني بون كان مش يلعب خاوي مش تولي خاوي ورفيعه وبن سليمان دون شوف الكونفيغور شوف ثم اعاده توزيع ادوار في وسط الميدان وسط الميدان اي بي خويا العزيز انا نحب نشوف جلاسي نحب نشوف سعد بقير على الاقل نص ساعه نحب نشوف او ديبار يعني نشوفوه خاطر لانه لغز كبير ياسر راهو سليتي تي لان دي زاتاكون اي دي جوور فار في ليكيب هذيا و الى بورتي دي سوليسيون او نون افونسونت او نون معناتها الفات ما عندناش افونسونت معناتها كان هذاك يجيب لنا سوليسيون كبيره ياسر انا ماذا بيا نشوف سليتي على الاقل يطمئن قلبنا على سليتي اي بي يلزم معناتها وسط الميدان هذايا يلزم اعاده توزيع ادوار هذا معناتها التكتل معناتها اربع جوارات في 15 متر ويلعبوا بالعرض لازم برشا ريغور